لابدي بذكر الله بصبح ومسية، الواحد المعبود ما ليه ثاني، وصلاة ربي على محمد نبيه محمد رسول الله عليه السلام. لمولاي أبو حسين مني تحية، تحية من فوق عيني بسلامي، الله يحمل أردن من كل سية ويديم نعمة الأمن والأماني. الله يحمل أردن من كل سية ويديم نعمة الأمن والأماني. في ظل ملك ناصقر الهاشمية، ملكنا أبو حسين عبد الله الثاني، يا مرحبا يا مرحبا بالشرفوا من كل فية، ضيوف إعزاز بكل احترامي، شرفونا على السلط الأبية، ربعي هل البلقى معازيب إكرامي، وصلاة ربي على سيد البرية محمد رسول الله بدر التمامي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من هالصوت النشمي ناصر أبو حمور أبو فارس من مدينة السلط ومن فرقة الأصالة والتراث لمدينة السلط، يعني هالفرقة هاي اللي أخذت على عاتقها نشر التراث والكلمة، والكلمة لها معنى الكبير لإيصال هذا الشعر والمحافظة على التراث السلطي، ومن خلال وجود معنا السيد أحمد وشاح رئيس الجمعية الأردنية للمحافظة على التراث. صباح الخير أبو زيد. الله صبحكم بالخير يا مرحبا. يعني الجمعية الأردنية نتعرف عليها ونتعرف على كذلك إنشاء فرقة أصالة وتراث السلط. بداية الله صبحكم بالخير جميعا. جمعية الأردنية محافظة التراث انطلقت عام 2002، جاءت للمحافظة على الموروث التراثي والهوية الوطنية الأردنية. صحيح بداية انطلقنا نتيجة الصحوة، صار عندنا نتيجة المباني التراثية اللي كانت تهدم في مدينة السلط وغيرها من على مستوى الوطن، فأطلقنا مبادرة على مستوى الوطن عدم هدم المباني التراثية، وعلى أثرها تم توقيع وثيقة شعبية بالمملكة الأردنية الهاشمية على عدم هدم المباني التراثية. يعني ودخول السلط على قائمة التراث العالمي، هل كان لكم يد أنتم من خلال من عام 2002 مع البلدية مع الجهات المعنية؟ نعم، الجمعية متواصلة منذ بدايات منذ عام 2002 ولغاية ما ازدراج مدينة السلط على قائمة التراث العالمي. احنا نقدم على أمور تراثية كثيرة، منها يعني منها المباني التراثيه، الالعاب الشعبيه، الملابس التراثيه. احنا شاركنا بجميع الامور التي تخص التراث الاردني بشكل عام وليس على مستوى السلط لوحدها. يعني كونك انت رئيس الجمعيه الاردنيه للمحافظه على التراث، شو بتحكي للاردنيين من خلال اللي عنده شويه مباني تراثيه، كيف بدهم يحافظوا عليها؟ وانتم يعني جاهزين اكيد لتلبيه اي طلب من اي ناس على وجه على في المملكه الاردنيه الهاشميه حتى تحافظوا على هالتراث. احنا هاي بننطق من خلال هذا المنبر الاعلامي انه اي واحد عنده موروث تراثي مهما كان، سواء مباني تراثيه او ملابس او اي شيء نعتز به كاردنيين ان نحافظ عليه. اي مبنى تراثي بطريقه بسيطه يتم ترميمه، واحنا جاهزين كجمعيه نتعاون مع اي طرف لترميم اي بيت من خلال المؤسسات الداعمه لهذا الموضوع، وهذا بتطلب منا احنا كابناء وطن ان نحافظ على الموروث التراثي بجميع انواعه. يعني أنا من هالنفس الأردني، نفس أحمد وشاح مدير الجمعية الأردنية للمحافظة على التراث، مباشرة بدي أنتقل لمدير الفرقة واللي قائمين على هالفرقة، فرقة أصالة وتراث السلط، اللي أكيد بدهم يحافظوا على هالموروث. صباح الخير أستاذ أمين عربيات. هلا يا صباح النور وحياكم الله، وأهلا وسهلا بكم، ونصب على الوطن وقائد الوطن وعلى كل من له علاقة بالموروث والتاريخ الأردني العريق. يعني نحكي عن فرقة أصالة وتراث السلط، كيف تم إنشائها ومشاركاتكم؟ الحقيقة إنه هذه الفرقة هي موجودة بالأصل منذ فترات، يعني منذ ما يزيد عن 15 عام، وكانت عبارة عن المجموعات الشباب اللي حافظوا على الإرث والموروث من خلال مشاركاتهم بالأفراح ومشاركاتهم بالمناسبات، حتى العفو يعني حتى الرثاء عندنا موجود في هذا الشكل. ارتأينا احنا مع اخواننا في الجمعية الأردنية المحافظة على التراث قضية انه احنا تعدد الهيئات طالما الهدف واحد، فارتأينا ان نكون احنا كجزء لا يتجزأ من هذا من رسالة الجمعية. أعلننا اسمها كفرقة السلط أصالة وتراث بمناسبة مرور عام عن إعلان السلط في قائمة التراث العالمي مع اليونسكو اللي كان بصادف 27/7 تقريبا.
يعني انتم اكيد حديثين ولكن انتم قديمين في الموروث والعمل التراثي من خلال الجمعيه ومن خلال فرقه اصاله والتراث الصلب. يعني نحكي لكم مشاركات وشو بتتمنوا للمستقبل؟ احنا شوف قديم جديد زي ما تفضلت استاذ عاهد، بس احنا الحمد لله خلال هاي الفتره يعني استطعنا ان ننظم امورنا. كل الشكر والتقدير يعني لمجموعه من الجهات اللي فورا مدت ايدها في العون على راس وزاره الثقافه من خلال الجمعيه، يعني قدمت جزء. الان الابواب اصبحت مشرعه امامنا في جامعة البلقاء التطبيقية، وزارة السياحة، هيئة تنشيط السياحة، حتى على مستوى التربية والتعليم. ولا ننسى الداعم الحقيقي والرئيسي اللي أخذ على عاتقه اللي هي بلدية السلط الكبرى بتوفير إنه كل التسهيلات اللوجستية لغاية الآن هي مقدمة لنا. طب بدنا نحكي عن مشاركتكم مهرجان الزيتون وهالصيت العالي اللي طلع لكم والناس اللي تابعتكم عبر المواقع التواصل المباشر. حقيقة هي ليست أول مشاركة. احنا الحمد لله شاركنا يعني الوفد القادم كان إلى مدينة السلط، وفد المرأة وصناع التغيير، مؤتمر اللي كان وكان لنا جزء من هذه المشاركة. شاركنا رعاية ككادر ويعني مع الجمعية الأردنية في المنقلة، بطولة المنقلة في السلط. شاركنا جامعة البلقاء التطبيقية في يوم التراث، وكان لنا الحمد لله حضور متميز. توجناها في برضو في يوم خطاف كان في علان، كان عندنا مشاركة اللي هي المقدمة اللي كانت باتجاه مهرجان الزيتون. مهرجان الزيتون لنا الفخر وكل الاحترام، ورسالة بنبعثها من هون باسمي وباسم أعضاء الفرقة وإنجاز لي كمان حتى باسم الجمعية الأردنية للمحافظة على التراث إلى كوادر المركز الوطني للبحوث الزراعية على حسن التنظيم وتفاعلهم. وإحنا استطعنا إن إحنا ندخل من هذه البوابة في اتجاه إنه إن شاء الله سنعمل على إحنا حملة رسالة وليس هوات. نحن نحمل رسالة الهوية الوطنية الأردنية. يعني أنا بدي أشكر الأستاذ أمين عربيات على هالنفس وعلى هالعمل، وأترككم مع الشاعر مالك الخرابشة لإعطاء فقرة ولإعطاء الشعر لسمو الأمير. صباح الخير. بذكر الله أبدي بالسلامي، واسمه بارك حروفي وكلامي، سلام ريحته مسكو بختري، نظمته مع أشواقي واحترامي، أجمل فيه معاني للتهاني وعذيها على كيفي وغرامي، وهدبها وزهبها محبة ورسمها بريشة من عظامي، وقدمها بأبيات جزيلة باسمي واسم قومي والعمامي، من ربوع السلط الأردنية أبرسلها مع طيور الحمامي إلى عمان وديار الهواشم، أسود البر ما بين الأنامي، وخصبها بأوصاف حسين ولي العهد الحر الهمامي، وخصبها بأوصاف حسين ولي العهد الحر الهمامي، أقدم فيها أبيات للتهاني، أخصبها بأوصاف حسين ولي العهد الحر الهمامي، بخطبة من كما بدر التمامي، أميرة وشيخة ست الصبايا. سلام. يعني أنا بدي أشكر هالوجوه الطيبة وجميع الموجودين هون. أكيد بعد شوي راح يكون معنا السامر والأهازيج التي تخص مدينة السلط من خلال فرقة أصالة وتراث السلط. لكم زملائنا بالاستوديو.